اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اواصل حواري مع ضيفي العزيز دكتور يونس مخيون. دكتور يونس، كانت اقرب فتره انتوا كنتوا فيها للاخوان كحزب النور امتى؟ يعني امتى كانت العلاقات طيبه وشايفين ان في بينكم تواصل ولغه خاصه يمكن ان تذهب بمصر الى مكان افضل؟ وحقيقه اولا بس احب اعلق على مساله حكم وحسن مبارك وحكم الاخوان، ان في قاعده تقول هناك فرق بين من أراد الباطل فأصابه ومن أراد الحق فأخطأه. ننتقل بعد ذلك. من الذي كان يريد الحق فأخطأ؟ إحنا طبعا الإخوان أخطأوا من شك فيه، ولكن مين اللي قال إنهم كانوا يريدون الحق؟ والحق من وجهة نظر مين؟ من وجهة يعني نظر الإخوان؟ يعني إحنا من أعتقد إنهم يعني كان عندهم رغبة في الإصلاح، ولكن هم أخطأوا الطريق. إيه مؤشرات الرغبة في الإصلاح اللي حضرتك رصدتها؟ لأن لو كان هناك رغبة في الإصلاح كان عليكم أن تعينوهم. يعني إيه هي الرغبة في الإصلاح؟ ظهرت في إيه؟ يعني ظهرت في أيام حسني مبارك، و يعني مشاركتهم في اللي تبين أنهم كانوا عايزين السلطة، ما كانوش عايزين حاجة تانية. ما لا شك فيه، حتى برضه الله عز وجل يقول ولا جرمنكم شيئا وقوم على لا تعدلوا واعدلوا أقرب للتقوى. مما لا شك فيه كان وجودهم في ميدان التحرير، كان لي أثر في نجاح الثورة وثباتهم في الميدان، وده بشهادة الكرم موجودين، فحتى لا ننكر الناس حقهم يعني، ولكن هم أخطأوا الطريق. هم كانوا موجودين لأن هم عايزين ينصروا هذا الشعب، ولا كانوا عايزين بعد التجربة، ولا كانوا عايزين ينصروا الجماعة؟ من خلال بقى الممارسة التي تمت بعد ذلك، يعني اتضح في كثير من المواقف تغليب مصلحة الجماعة. إذن هو كان استغلال للشعب، وهذا جرم أكبر. وده الكلام اللي صرح به المستشار فؤاد جدالله في استقالته. نعم. حدد حوالي 8 نقاط لو حضرتك تتذكرهم. طبعا. كان ذكر منها ايه؟ تغليب مصلحة الفصيل على مصلحة المجتمع. دي كانت مشكلة يعني. نعم. المهم من ناحية الإخوان، احنا في اختلاف أصلا في المنهج طول عمرنا. نعم. يعني التقارب صعب لان المنهج فيه اختلاف كامل. ما كنتوش جزء منهم من بدايه السبعينيات؟ لا لا لا، اللي حصل احنا في الجامعه لما حصلت بعد نكسه 67 بدات العوده، الشباب يعود للاسلام مره اخرى، وحصل ذلك يعني صحوه اسلاميه كبيره في بدايه حكم انور السادات، واخرج الاخوان من السجون. وما كان اللي قاد يعني بإعادة بناء الإخوان المسلمين عمر التلمساني عليه رحمة الله، واتفق مع السادات إن السادات يترك له مجال الدعوة. وفي حينها عمر التلمساني لم يطلب الدماء ولا تعويضات ولا غيره، مع إن طبعا كان معروف قتل منهم من قتل وسجن منهم من سجن، ورضي بممارسة الدعوة فقط. ودي رسالة بنرسلها النهاردة للإخوان. نعم. وعمل كتابه الشهير دعاء القضاة. هذا الهضيبي. 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 نعم. اللي كان قبل. فالمهم ان طلع قيادات الاخوان وكان فيه صحوه اسلاميه في مصر، حبوا ان هم يستحوذوا على هذه الصحوه ويستقطبوا بعض رموزها وقياداتها، وفعلا نجحوا في استقطاب ابو الفتوح اللي هو من ضمن مؤسسي الاخوان في العصر الحديث، وابراهيم الزعفراني وغيره وغيره من القيادات. في مجموعه رفضت اعتراضا على منهج الاخوان ومعرفه بتاريخهم ومنهجهم ومبادئهم، رفضوا اللي هم المجموعة اللي كانت في اسكندرية اللي كان اسمها المدرسة السلفية. نعم. والإخوان حاربوها، وأنا كنت ما في الجامعة، حاربونا محاربة شديدة وشنعوا بينا، وعلى المنابر كانوا بيشتمونا على المنابر برضو نفس الأسلوب. وإحنا ما كانش هنا إلا مسجد واحد فقط في اسكندرية حوالي 3 متر في 5 متر، وبدأنا الدعوة وأصرين على هذا المنهج وأصرين على الانفصال عن الإخوان، وبعد كده تطورت إلى الدعوة السلفية وانتشرت في ربوع مصر. وكان في فارق بيننا وبين الإخوان في طريقة التربية، وفي إحنا بنهتم بالعلم الشرعي بحفظ القرآن بدعوة الناس، ولذلك عندنا كوادر كثيرة جدا كخطباء وكمدرسين وحافظة للقرآن، بنهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا. هم اهتموا بالجانب التنظيمي أكتر، وده باعتراف خيرة الشاطر في تسريب إن الجيل من 20 سنة ل40 سنة لم يتربى التربية المسجدية، كان بعيدا عن المسجد، فاهتموا بالناحية التنظيمية وأغفلوا الناحية العلمية الشرعية والناحية التربوية الإيمانية. ده كان فرق واضح بيننا وبينهم لغاية ما جات الانتخابات بعد الثورة. احنا كنا في تنافس شديد بيننا وبين الحرية والعدالة، وكان تنافس على أشده، ما كانش في أي نوع من التحالفات. استبين أن لهم في هذه الانتخابات أن كان عندهم قاعدة في الشارع أكتر منكم. هم لا، القاعدة على أساس أن هم إيه، الناس اختارتهم كإسلاميين مش كإخوان،
والناس رجحتهم عننا باعتبار ان هم اكثر خبره من السلفيين فقط. فالناس اختارت الاخوان مش عشان هم اخوان، الناس ما كانتش عارفه الاخوان ولا مين هم الاخوان. الشعب المصري شعب عاطفي محب لدينه وجرب الانظمه كلها، فوجد في الاسلام ان حرف فيهم الناس اللي فيهم الصدق والشفافيه والاخلاق اللي هم عندهم الامانه، فهم اختاروا الاخوان اختيارا للاسلام، للاسلام نفسه وليس لاشخاص الاخوان. وهل هذا جائز ان اختار الاسلام من خلال اشخاص؟ هم راوا في هم رفعوا رايه الاسلام. نعم. والناس صدقت هذه الرايه، واحنا الناس كانت رجحت الاخوان عن السلفيين عامه الشعب المصري باعتبار ان على ظنهم يعني ومعتقدهم ان هم الاخوان اكثر درايه بالسياسه واكثر خبره وعندهم كفاءات، على هذا الاساس اختاروا الاخوان وكان نصيب الاخوان اكثر. واحنا لا ننكر ان الاخوان اكثر تنظيما منا بمراحل، لان التنظيم ده قديم من 80 سنه، هم اهتموا من الناحيه التنظيميه في عهد حسني مبارك، واحنا كان مضيق علينا تضييق شديد. وانا شخصيا اعتقلت 3 مرات في عهد حسني مبارك، ولما كان من حول نشاط سياسي ولا نشاط دعوي؟ لا نشاط دعوي، نشاط دعوي بحت، واحنا كنا بعدين عن التكفير وبعدين عن العنف كل اسباب، ولكن عمليه تحجيم للدعوه السلفيه، وكان منعنا من التواصل او السفر او الانتقال من مكان لمكان، كان ده ممنوع تماما عندنا كدعوه سلفيه. لو شافوا اي كده شكل من اشكال العمل الهيكلي او في نوع من النظام كان على طول كان رد الفعل ومنتهى العنف معانا، وقالوا ان احنا لن نسمح صراحه كده بدعوه مؤسساتيه تاني، الاخوان دول فلتوا مننا مش هنسمحوا لكم. فهم كانوا منظمين اكثر تنظيما مننا، وطبعا كناحيه ماديه اكثر قدره في الناحيه الماديه طلع عندهم امكانيات قطاعيه. أيوة نعم عاليه قوي. نعم يعني كان من ناحيه الدعايه عندهم امكانيات اكتر، ولكن احنا كان اعتمادنا على التواصل مع الناس وثقه الناس بينا، ان احنا كنا مختلطين بالناس اكتر منهم، كنا في المساجد والمسجد يعتبر البرنامج المصغر للقريه او الحي. بس جه وقت دكتور كنت انا اسف في المقاطعه كنت قريبين من الدكتور مرسي، حضرتك كنت بتروح تقعدوا معاه وكان بيعمل موائد اكل وبتقعدوا تاكلوا وتصلوا مع بعض؟ لا لا الاكل ما حصلش، انا كنا نروح القصر الجمهوري بالخمس ست ساعات من غير اكل. حتى مرة الأستاذ رامي لكح قال يا أخوانا استأذنكم حابة أجيب سندوتشات من بره. المرة الوحيدة اللي كنا فيها كان المستشار محمود ميك جاب لنا أكل، هي المرة الوحيدة فقط. أما يبقى تجيب أكل؟ أنا حسست إن هيجيب سندوتشات من عربية الفول اللي قدام قصر الرئاسة يعني. بيقول من باب التهكم يعني من باب التهكم. حتى حاليا كان في لقاء مع المستشار عادل منصور استمر 5 ساعات برضه ما كناش فيه، أنا مش عارف. لا المستشار عادل ما بيجيبش أكل. أيوه نعم. فاذا احنا كان التقارب مع احنا بنتقارب من اجل المصلحه. واحنا كان في جلسه منتظمه في القصر الجمهوري كل اسبوعين، وجلسه منتظمه على الحريه والعداله كل اسبوع، وكان منها من كل الجلسات اصداء للنصيحه وتوجيه، لان اصبح الناس في سده الحكم وفشلهم هيكون فشل لمصر كلها وفشل للتجربه الجديده الوليده. فاحنا كان عندنا حرص على نجاحهم، كنا مخلصين في نصيحتهم. وانا جلست مره مع الدكتور محمد مرسي حوالي 2.5 ساعات وكلمته على هشام قنديل وكلمته على النائب العام وكلمته على الاخطار وكلمته على الاخوانة وكلمته على كل شيء بالتفصيل، ولكن للاسف يعني لم يكن هناك استجابه على الاطلاق. كنت بتشعر ان هو صاحب القرار يعني لما بيقعد معاك بيبقى قادر على اتخاذ قرار ام انه يسمع ولا يتخذ قرارا؟ هو بيسمع ويدون، حتى لو اتخذ قرار يعني بيتم التراجع فيه. وكان اكبر يعني صوره فجه في ذلك جلسنا معاه حوالي 2 أو حوالي 4 ساعات وظل معانا 2.5 ساعات. طلبنا منه ان مبادره حزب النور اللي احنا كنا طرحناها من حوالي سنه وهو رفضت، واللي هو نفس المبادره اللي طرحها في اخر خطاب له، وقال هذه مبادره طرحها بعض الاحزاب السياسيه، دي مبادره حزب النور بنفس نصوصها وبنوتها، ولكن كان فات الاوان واصبحت ليست اللي هي انتخابات وتعديلات دستوريه وتمكين الشباب ومصالحه ومش عارف ايه تغيير الوزاره اي نفس البنود. فاتفقنا معاه ان هذه المبادره تطرح على جلسه الحوار الوطني، فوعدنا بذلك وقال انا موافق عليها لولا بندين النائب العام والوزاره. ناقشته كثيرا وجدت انه مصمم على النائب العام وعلى هشام قنديل وله مبرراته. المهم ان احنا اتفقنا على ذلك، واتفقنا ان يكون في بيان يطلع من رئاسه الجمهوريه ان مبادره حزب النور هتطرح على مائده الحوار في اول حوار وطني قادم. وباكنام الدكتور باكنام الشرقاوي طلعت بيان تاني يوم الساعه 10 الصبح، وبالتزامن معها احنا كحزب النور طلعنا بيان،
ولكن فوجئنا للأسف الشديد أن تم إجهاض هذه المبادرة ولم يحدث ما اتفقنا عليه مع الدكتور محمد مرسي. وفوجئنا أن هو على طول دعا للانتخابات البرلمانية ودعانا لحوار وطني حول ضمانات الانتخابات، يبقى كده خلاص أجهض المبادرة تماما. ويعني دخلنا بعد الاقتراب دي كانت من مكتب الإرشاد التعليمات بتيجي ولا هذا قراره وسياسته؟ صحة أنا لا أستطيع أن أحكم على شيء لم أره، ولكن هي مجرد يعني قراءات قراءات وليست يعني معلومات، ولكن القراءة كانت تقول ذلك، لأن تنظيم الإخوان معلوم تنظيم قوي ومتماسك، والدكتور محمد مرسي جزء من هذا النظام، وأعتقد أنه أتى في هذا المكان لينفذ رؤية هذه الجماعة، فشيء كان على تواصل مستمر معهم، واللي صرح بالكلام ده المستشار محمد فؤاد جد الله. نعم. دكتور يونس، لاحظنا أيام الدستور وبعد الدستور أن حزب النور بيتكلم أنه استطاع الحشد، أنه كان له تأثير أكبر. لك لحضرتك تصريحات بتقلل من تأثير حركة التمرد وشحنها أو حشدها جموع في الشارع، في حين أن البعض يرى أن حزب النور اللي ظهرت منه قياداته أنه عمل مؤتمرات بالفعل، ولكن بالنظر إلى التوابير اللي شفناها، بالنظر إلى الكاميرات، ما كانش فيه الملمح اللي يقول أن فيه سلفيين كتير بس شاركوا في الاستفتاء على الدستور. أنا اتكلمت هذا الكلام وما كنتش أود أن أتكلم به نتيجة للهجوم اللي تم علينا بعد ذلك، واتهمنا بالتقصير وكذا، لأن فقلت ما فيش أي حزب في مصر فعل ما فعله حزب النور. ده واقع. إحنا جبنا جميع محافظات الجمهورية حتى وصلنا للوادي الجديد. أنا رحت الوادي الجديد تقريبا 250 مؤتمر. لأن مؤتمرات صغيرة وندوات وتوزيع الدستور، ده وزعنا آلاف مؤلفة من نسخ الدستور، وغير البنرات غير المنشورات. وصلت الوادي الجديد على اللي هي على حدود السودان، مفيش حد وصلها نهائي، وكان في تجاوب كبير من الناس، وكان زي ما صرح الدكتور سيد بدوي امس تقريبا في احد البرامج، قال لولا وقفه حزب النور ما استطعنا الدفاع عن الدستور اصلا. ليه؟ لان الشعب المصري محب للشريعه، ولانهم كانوا بيروجوا اشياء خاطئه كثيره. احنا من خلال هذه المؤتمرات بفضل الشريعه الله ان احنا ردينا وضحضنا كل هذه الشبه التي كانت تلقى، وهذه المؤتمرات كان لها دور كبير في توعيه الشعب المصري وإقباله على التصويت، واطمأن إلى وضع الشريعة في الدستور. الشعب المصري عايز اطمئن على الشريعة، كان يسألونا في الشوارع، اطمأنوا بموقفنا من الدستور. ودي حقيقة أن الشريعة في هذا الدستور أفضل من دستور 2012، وأن اللجنة نشكرها جميعا أنها كانت متجاوبة وكانت حريصة عند هذا الحرص. فإحنا ويوم الاستفتاء نتيجة عدم الظهور، أن كان في أصل الناس متجمعة في 13,000 لجنة، تم توزيعهم على 30,000 لجنة على مستوى مصر، فده فتت الأصوات وأصبح الأمور متناثرة. فبعد ما كانوا ملتحين ويتجمعوا مثلا 50 واحد في لجنة، أصبح كل لجنة فيها 5، فمش هيكونوا ظاهرين. إحنا الأمر الثاني إن في أول يوم في الاستفتاء كان كل همنا توصيل الناس من البيوت للجان، لأن حصل خلل كبير، وده أنا من خلال هذا المنبر بأنادي اللجنة المشرفة على الانتخابات تعيد النظر بقوة، لأن ما راعوش التوزيع الجغرافي للناس. يعني واحد في بلد يجد إن هو على بعد 50-60 كيلو، أسرة مثلا 5 أفراد كل واحد في لجنة عايز طول النهار يلف بعربية عشان يصوت هو وأسرته. كانت الناس صدمة. أنا وأولادي إحنا متقسمين على لجنتين 3 رغم إن عنواننا واحد. طيب ما دي خطأ. دي نعم. كان إحنا كان دورنا إن إحنا كنا بنروح ناخد الناس، حتى وصل الأمر كنا بناخدهم في مواصلتين. آلاف السيارات وفرناها على مستوى الجمهورية، سيارات ميكروباص، سيارات اللي هي بتاعت المكشوفة ديت، تكاتك، عربيات ملاكي، عملنا حركة كبيرة جدا على مستوى مصر. يعني في اسكندريه كان بتوع حزب النور يطلعوا الستات الكبار من الحواري في عربيات كرو، وبعد كده يركبوهم عربيات على الاسفلت. يعني كانت في مشقه كبيره، واحنا هذه الحمله من السيارات كان لها دور كبير في هذا الحشد، ولذلك ما كناش ظاهرين امام اللجان. غير كده تقريبا كل او معظم لجان الجمهوريه تبع حزب النور عاملين مظله ولابتوب عشان يرشد الناس لمكان اللجنه ورقمه في الكشف. ما حدش حزب يعمل هذا الأمر على الإطلاق. تاني يوم بدأنا ننزل بمسيرات، وبدأنا نلف بعربيات عليها بنرات بمكبرات صوت تدعو الناس للذهاب للجان. فين الحزب اللي فعل هذا؟ أنا ما كنتش عايز أتكلم هذا الكلام، ولكن نتيجة الناس بتقلل من جهد حزب النور، فما حدش عمل هذا العمل على الأرض إلا حزب النور، وهذا أمر نعتبره لا نمن به ولا نقلل من جهود الآخرين. الكل بذل جهد على قدر استطاعته، ولكن أنا من باب أن أنا برد يعني ما يقال في حقنا. نعم.
طيب لو كنت حاكما ما هو طريق، هل ترى طريقا للمصالحة الآن في مصر؟ والله احنا لابد باب المصالحة يظل مفتوحا، اذا كان الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة حتى الغرغرة. نعم. يعني الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وفتح الباب التوبة حتى للكفار، حتى للمحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل توبة وحش اللي قتل عمه حمزة، فإذن الله لا نسد باب التوبة، لأن اللي إحنا لو الشرع سد باب التوبة في وجه الإنسان حيصل لمرحلة اليأس، ربما يرتكب أفعالا غير منضبطة. ما خلاص أنا لا أتحدث عن التوبة، لا أنا دي نعم. مقارنة لما نسد الباب في وجه مثلا طائفة أو فئة أو فصيلة، لا كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ أنا عشان نعم. كده قلت لحضرتك حاكم، ما أنا هقول ما أنا دي مقدمة عشان أصل النتيجة. لو أغلقنا الباب في وجه فصيل معين وحطينا ظهره للحيطة، خلاص ممكن يفعل أي شيء، يعني فعل اليائس. لا إحنا لابد نظل نجعل الباب مفتوحا للمصالحة، والمصالحة لكي تتم لابد من خطوات من الطرفين. الخطوة الأولى منين؟ الخطوة الأولى أنا أطالب بها الإخوان ان هم يكفوا عن الخروج في الشوارع، ان هم يعتذروا للشعب المصري عما بدر منهم. وكان امبارح يعني طلعوا بيان فيه ملمح كده على لا حياة. بس ده مغازله ل 25، ده مغازله عشان 25 يناير. نعم. مبعتينها حتى للاسف الشديد لو طلع منهم واحد يعني بدا يستدرك الخطر ويدعو الى الاعتذار او المصالحه بيهدموه، زي ما حصل مع صلاح سلطان وحصل مع زويبع، دكتور زويبع. نعم. هدموه. محمد علي بشر قال كلام فيه شيء من المعقوليه، هدموه تاني يوم رجع في كلامه. نعم. فدي مشكله. النهارده هم خايفين للاسف يتراجعوا، العمليه هذا قرار جريء من القياده، خايفين يتراجعوا ويقولون مصالحه. طب ايه مكان من الاول؟ الناس اللي ماتت والناس اللي قتلت والناس في السجون وبعد كله تقول مصالحه مكان من الاول؟ نعم. فارى ان هم احجامهم عن ان هم ياخدوا خطوه للامام خوفا على انفلات القواعد وانقلاب القواعد عليهم. ولكن القيادة المفروض، أنا قائد، إن أنا أقود ولا أقاد، وأتخذ قرارات صعبة كمبضع الجراح حتى لو كانت مؤلمة لصالح الناس اللي ورايا وصالح المجتمع. فأنا أرى إن الإخوان تحتاج إلى مراجعة فكرية، يعني مراجعة فكرية مع المصالحة. ما هيبقوش إخوان وماله، ما هو المراجعة الفكرية إن ظهر إن حاليا الفكر القطبي بدأ يظهر بقوة في الشارع. طلعت الأجيال الجديدة كلها بتربية على الفكر القطبي، طلع أن في نزعة تكفيرية خطيرة، بدأ تكفير المجتمع للعموم، بدأ تكفيرنا إحنا كمان والحكم علينا بالردة. يعني مثلا الشيخ ياسر كان ليه ندوة في السويس، راحوا حصروا المسجد، الناس عايزة تدخل تصلي، إخواننا عايزين يدخلوا صلوا بتوع حزب النور، إخواننا حتى سيبونا نصلي العشاء. فكان الرد إيه؟ وأنتوا لكم صلاة، أنتوا مرتدين، أنتوا لكم صلاة، أنتوا مرتدين. فأصبح النهاردة نزعة التكفير أصبحت عالية جدا، ودي أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر اللي لابد أن نفكر في كيفية مواجهة هذا الفكر. والحل لا يكون أمنيا فقط على الإطلاق طبعا، ولابد مواجهة الفكر بالفكر، ولابد أن نتضافر جميعا للخروج من هذه الأزمة وهذا الكم الكبير من الشباب اللي يحمل هذا الفكر، لأن عدد كبير يعني هتدخله كل السجون استحالة، هترميه البحر. ده جزء المجتمع لابد أن تتعامل معه، ونفكر سويا كيف نتعامل مع هذا الفصيل، ونفتح له باب الرجوع مرة أخرى ومراجعة الفكر. ولابد للشباب الإخوان أن يراجع قياداته ويبرز قيادات جديدة غير القيادات الموجودة حاليا. طيب سؤالي الأخير. نعم. لو ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، موقف حزب النور، مؤيد، متحفظ، رافض؟ السؤال الأخير والمتكرر. نعم هو متكرر. بس الناس عايزة تسمع. وإحنا والله رأينا واضح في هذا الأمر، ونقول إن إحنا لن نبدي رأينا في أي مرشح إلا بعد غلق باب الترشح، لأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي لم يحسم قراره إلى الآن. فإحنا إزاي هنبدي رأي؟ هل حصل أي جس نبض؟ هل حصل أي نوع من الحوارات؟ هل سألتم؟ هل أخبرتم؟ هل استطلع رأيكم؟ لا ما تمش استطلاع الرأي ولا إخبار، هي كلها مجرد استنتاجات وليس احنا معلومات. كلنا قاعدين نستنتج. وبعدين انا اعتقد يعني هتظهر مفاجآت وهتظهر وجوه. منين هنجيبها منين؟ يعني احنا ما عندناش سر، يعني ما هو نعدهم هنروح شمال يمين، هم ما هنجيبش واحد، يعني بتتردد اسماء برضو محسوبة على المؤسسة العسكرية. الفريق اول فتح السيسي لم يحسم امره، ما زال اعتقد انه متردد في اتخاذ القرار. تعتقد ليه متردد؟ قرار صعب. ان قرار صعب يعني ايه؟ ما لا شك فيه اللي يشيل هم البلد في هذا الوقت قرار يعني منتهى الصعوبه. ترى مصلحه البلد
في بقائه كما هو في موقعه أم في ترشح؟ احنا اولا احنا عايزين نقرر مبدأ، احنا مش عايزين نتعلق باشخاص، دي مشكله كبيره في طبعا. العالم العربي ان احنا نعلق جميع الامال في شخص وكأنه سوبرمان هيحقق كل ما نريد في طرف التعين، الكلام ده خطير، فربما هو يعجز عن تحقيق كثير مطالب الشعب لظروف خارجه عن ارادته، فهذه الحاله هيبقى في خطر، خطر عليه وخطر على الشعب. احنا عايزين نرسي دوله ما هو ما سيلقيه غيره، انت بتدور هنا على شخصيه قياديه اداريه. لا احنا عايزين ان احنا نرسخ عند الناس دوله المؤسسات مش التي لا تقوم على شخص، الاعتماد على شخص ده خطا، لان احنا دوله المؤسسات، واي من انسان ينتخب الشعب المصري احنا كحزب النور هندفع خلفه ونساعده. هتعرف منين ما هو بالتصويت؟ ده الشعب المصري من دلوقتي غالبيته. لا ما هو احنا لن نقرر من سنرشح او ندعم الا بعد غلق باب الترشح، عندها ان القرار عندنا مؤسسي مش قرار فرد، حتى لو رئيس الحزب لا استطيع ان امضي قرارا او اصدر قرارا، عندنا الامر بالمشوره والتصويت في مجلس رئاسي في هيئه عليا، لا استطيع ان اقرر الان واللي بهديت العمل المؤسسي او من اهم اسس العمل المؤسسي ان كل قرار جماعي وليس فردي. مصر في خير وامان ان شاء الله، في خير وامان، وبشر الشعب المصري الامل في الله، ومصر محفوظه ان شاء الله، ومصر طبيعتها ان شعب ليس فيه طوائف، كله اهل سنه، ضمان الاستقرار مصر، الجيش المصري جيش وطني محب البلده ليس فيه طائفيه، ونعتبر ان الجيش المصري والعمود الفقري للاستقرار في مصر، ولذلك نحن لابد ان كل وطني وكل مسلم وكل من عنده حب الدين ووطنه ان يسعى لاستقرار الجيش، وكل من يراهن على هز الجيش او هدمه فانا في وجهه نظر هذه خيانه عظمى للبلد، لان بيبقى في مصر في المنطقه العربيه كلها جيش الا الجيش المصري، فلا قدر الله لو سقط هذا الجيش، نعم لو سقط هذا الجيش هتكون المنطقه كلها مستباحه لاعداء هذا الوطن. بشكرك جدا دكتور يونس مخيون، نورتني. الله يكرمك، الله يحفظك. بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، وغدا حلقه جديده من ممكن ان شاء الله. مصر بخير، طول ما انتم بخير تصبحوا على خير.